طيب خلينا نعرف تفاصيل اكتر من دكتور خالد عبد الحكيم، مدير الاداره العامه للامتحانات بوزاره التربيه والتعليم. مساء النور يا فندم. مساء النور يا فندم. اهلا بحضرتك. خليني اهلا اسال وسهلا. حضرتك في البدايه، هل في اقبال كبير او عدد كبير من الطلاب اللي اقبلوا على موضوع التظلمات مقارنه بالسنه اللي فاتت؟ والله هو في نفس التوقيت السنة اللي فاتت ما كانش العدد بالشكل الملحوظ السنة دي، ولكن طبعا مع إعلان نتيجة القبول من المرحلة الأولى للتنسيق ظهر إقبال غير عادي النهاردة وامبارح، نظرا لأن كله طبعا بيتكلم على درجة درجتين ثلاثة، فالإقبال كان من هذا المنطلق طبعا شديد جدا على موضوع التظلمات. التظلم. طيب دكتور عبد الحكيم، هل لما بيتم او لما الطالب بيقدم التظلم بتاعه الورقه بتاعته بيعاد تصحيحها من اول وجديد ولا بتعيدوا تجميع الدرجات بس؟ لا، هو المفروض ان الطالب في موضوع الاطلاع على كراسه الامتحان بتاعته بيتم طبعا ارفاق ورقه ملاحظات للطالب مع كراسه الامتحان، مع كراسه الاجابه بتاعته، بحيث ان الطالب المفروض أثناء فحص التظلم بتاعه بيدون ملاحظاته على حسب ما هو شايف في كراسة الإجابة، وبالتالي المفروض بعد كتابة الملاحظات بتعرض هذه الملاحظات على اللجنة الفنية لفحص التظلمات، والمفروض إن المتفقين طبعا في موضوع التظلم إن إذا كانت في إجابة مقدرة خطأ بيعاد تقديرها، إذا كان في إجابة لم تقدر بتقدر، وإذا كان في خطأ في جمع جزيئات السؤال أو استخراج درجة السؤال من داخل الكراسة على المرآة بيعاد طبعا هذا الأمر، ثم يعاد تجميع الكراسة من أول وجديد من خلال المرآة بعد استخراج الدرجات اللي كان فاقدها الطالب. طيب دكتور عبد الحكيم، يعني أكيد الطالب أو أهل الطالب مش هيقدموا على فكرة إنه يقدموا طلب تظلم إلا ما يكون هو متأكد إنه هو حل كويس قوي في المادة دي وفاكر الإجابة وراجعها وطلع له المجموع بتاعها مش قد توقعاته، مظبوط كده؟ بنسبة قد إيه بيطلع الطالب أو بيكون الطالب في الآخر هو على حق وورقته فعلا بتكون متصححة أو متجمعة غلط؟ عندنا يعني من خلال الشغل بتاعنا الأعوام السابقة بيبقى حوالي 10% من المتقدمين للتظلم هم اللي بيزيدوا، ما خلاف ذلك بيبقى كله طبعا مجرد حد بيتوقع أنه كان مفروض يجيب درجة وجاب درجة أقل. وبعدين خلينا برضو نقر أن مفيش حد هيقدر يطلع نفسه غلطان أو هيتوقع أنه هو حل مثلا سؤال وجاوب بطريقه معينه وخد درجه اقل، هو طبعا غير مقتنع تماما ان دي الدرجه بتاعته، الا انه حل الحل المفروض ياخد عليه الدرجه، وبالتالي لازم يتقدم بالتظلم. ولكن في النهايه لما بنيجي نبص لاولياء الامور مع ابنائهم اثناء موضوع التظلم، لا بتحصل مفاجآت كتير جدا ان الناس بتصدم ان الطالب بيقول ان انا جاوبت وفعلا بيطلع ما جاوبش، وبتطلع في الاختيارات بالنسبه للمواد اللي هي اللغات سواء الانجليزي او العربي، احنا عندنا معظم الاسئله في كراسه الانجليزي او العربي بتبقى عباره عن اسئله اختياريه. فعندي حوالي 34 سؤال اختياري، لما الاقي منهم 30 سؤال غلط يعني تبقى طبعا مفاجاه جامده جدا. طبعا، وفي طبعا اكيد في نسبه من الطلاب طبعا بيكونوا بيقدموا تظلم عشان اهاليهم بيكونوا مش مصدقين ان دي درجه ولادهم. طيب كده على كلام الطالب، وعلى كلام الطالب طبعا، لانه ممكن يكون ما ذاكرش، بعض الطلاب طبعا مش الكل، فيقول لاهله لا انا قفلت الامتحان وهم اللي ظالميني. انا متفهمه جدا ان في نسبه طبعا زي دي. طيب دكتور خالد، قد ايه بياخد وقت تصحيح الورق عشان بقى لو في حد ناقصه درجات او حد فعلا يستحق انه يتصحح له مظبوط وترجع له درجاته يلحق يقدم في التنسيقات ويلحق يعني جامعه او كليه كويسه، قد ايه بياخد الوقت؟ خلينا نقول طبعا هو الموضوع محورين استاذن حضرتك طبعا في الكلام، الموضوع باختصار شديد ان الطالب بيتقدم للتظلم النهارده مثلا يوم واحد في الشهر، بيتم تحديد ميعاد مثلا يوم 3 في الشهر، يوم 6 في الشهر ان شاء الله بتطلع نتيجه التظلم ان شاء الله. واذا كان في زياده الطالب بياخد استماره جديده بيستبدلها باستماره النجاح اللي معاه، مفيش، يبقى خلاص الموضوع بالنسبه له كده انتهى. اما إذا كان الموضوع متعلق إن أنا بجري على موضوع التظلم عشان خاطر التنسيق وعشان خاطر ألحق الكلية، إحنا خلينا نقول إن الزيادة لما بتيجي في أي وقت الطالب بياخد حقه من التنسيق أيا كان الوقت اللي هو
فاتوا، سواء كانت نتيجة المرحلة طلعت أو ما طلعتش. لا، الموضوع مش متوقف على تأخير نتيجة التظلم أو إن هو يتقدم للتظلم بدري، لا. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور خالد عبد الحكيم مدير إدارة عمل الامتحانات بوزارة التربية والتعليم، شكرا جدا إن حضرتك وضحت لنا التفاصيل دي، لأن طبعا الطلاب بيكونوا محتاجين يعرفوا ده.